يا شعور مر ها؟ أصعب شعور إن المشاعر تنقسم ما بين كره وبين حب تملكه. يا سلام طلع إحنا قاعدين نعطي باصات البعض من عنده باص والله إنصاف مسفر سمعنا شيء سمعنا بيتين مسفر بيتين أقول يا مل قلب فيه سجات وهموم والرأس كله شاب فأول شبابه يا أبو حمد العين ما ذاقت النوم والعين تدمع مثل هلا السحابة أسهر وعيني للسما كلها نجوم من القمر يا أخوك طول غيابه من شوفته محروم والصوت محروم أرسل له المرسول وابطى جوابه حالي ضعف معادي بي حيل وعزوم نسيتني ربوعي وكل القرابة يا سلام هذه قالها بالتصفيات على ما لا الا الا قلتها بالتصفيات التصفيات فيها ابو حمد والله ممكن ممكن صادق ممكن ممكن صادق قلت سالفه عثمان الجنيبي وانت باطا عننا نرد التحيه ونقصده من دون حتى ما دعانا جعل رجل ما تفكر في خويه لا يخاوينا ولا يتبي اخطان يا سلام يا سلام صح الله لسانك يا عثمان مو باص هاي قطار سريع أنت كل وسائل النقل عندك مقبولة ومحببة لدى الجمهور يا عثمان سلم لي بس يقول كنا أنا وياك والثالث الليل إيش قصدك وكان كل الليل يضيع بيني وبينك طيب حنا تعودنا على بعضنا حي هذا أنا والليل بس أنت وينك يا سلام عادل سؤال أنت الحي تعرف الجمهور ولا لا والله سؤال صعب قصدك معرفة الجمهور اللي تغريدة تعرفهم شخصياً